ولهذا دونك كانت جاتنا معلومه يوم 22 باللي فيه يعني رعيتان ايطاليتان عندهم اعراض الكورونا فيروس اللي تشبه الاعراض تاع الانفلونزا الموسميه. ولهذا يعني في كل عجله طلبنا من الطبيب عزلهم الاثنين يعني في مكان يعني امن يعني باش ما يكونوش مع مرتبطين مع عمال اخرين وهم عمال ايطاليين يعملوا في الجزائر. والعينات بعثت الى معهد باستور يوم 24 يعني في المساء، وبارح 25 فبراير حوالي الساعة الخامسة أو أكثر جاتنا المعلومة التأكد بأن حالة واحدة كانت يعني مؤكدة والحالة الأخرى يعني ما فيها حتى فيش الكورونا فيروس، يعني حالة واحدة وهو مواطن إيطالي عمره 61 سنة دخل الجزائر، يعني كان سافر يوم 17 ويوم 18 فبراير كان موجود على مستوى ورقلة.